انتم البنات كيف ما كتشوفوا حنا اختارينا البوطاجي ديال الكوزينه، اختارينا لي هذا الكحل. هذا فيه هذا الكحل، فيه هذا كيجيو فيه هاد العروقه زوين، كاين الكري ديالو، كاين البيض، هو فايونس كومباكتو ولكن كيجي بحال 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 رخام، كاين المارو. حنا اختارينا هذا كحل، شفتو كي كيجي زوين، كيجي بحال المرايا يعني، كل شيء اللي وراه كيبان فيه شتو. البنات اما بالنسبه للكوزينه ما غنبدلو فيها والو، اللي غنبدلو غنبدلو فيها داك اللي وريتكم، غنبدلو بوطاجي وغادي نبدلو وندير واحد البلين تاع ديزا من الوسط. عندنا حنا الفايونس في الكوزينه، من بعد ملي بداو نصبو فيه وغنوريكم. عندنا الوسط غنحيدو واحد الفايونس وغنديروه بلاصتو، هذا اللي كيكون فيه فيه هاد لي فوطو ديال الكوزينه كما كتشوفوا. غنختار ان شاء الله هذا، ما غاديش ندير زواقه وحده في الدوره كامله، غادي ندير كل فايونسه منها زواقه. ناخذ هذه وهذه، وغناخذ هذه وهذه اللي لتحت، هذه فيهم 60 هذا، وكاين على 20، عليها 20 زوينين كيفما كتشوف. هذا الشيء كامل عندي، ها انتما بغيت نوريكم انا في الاول شنو كنت غنختار. كنت غادي نختار هذا الفايونس هو اللي كنت غندير في الوسط. حنا ديجا عندنا هذا الفايونس في الكوزينه، عندنا كامل بحال هكا لون واحد، حنا بغينا نحيدو وحدين بحال هكا الصمطه الوسط، نحيدوها وغادي نديرو بحال هذا الشكل اللي وريتكم قبيله. انا كنت في الاول نختار هذا، ما عجبنيش شويه، ما جاني في ما فيش زواقات بزاف، فيه زواقه واحده، انا ما بغيتش ندور الكوزينه كامله بزواقه واحده. شتو كاين هذا وكاين هذا، كاين هذا، هما صراحه هادو رائعين واعرين حسن من اللي خديت انا، ولكن فيهم غير هاد لي دو كولور، والعبار ديالهم ماشي ماشي بحال العبار اللي عندي انا. انا عندي تقريبا 25، هادو فيهم 30، يعني الا بغيت ناخذهم خاصني نقطعهم، ولا قطعتهم ما كيبقاش زوينين. هنوريكم هادشي هذا كيفاش داير، هانتوما ديال الكوزينه. كاين هاد التكيلات اللي كيجيو مقسومين، هذا كيجي قدام الباب، شفتو اللي كاين، كي كتشوفو حنا تقريبا عندنا بحال هذا قدام الباب ديالنا، عندنا بحال هذا، يمكن بحال هذا عندنا في الحيط، واللي في الارض، اللي في الارض واقيلا عندنا بحال هذا.
شفتو عندنا بحال هذا في الارض ولا ما عرفت العكس واقيلا عندنا هذاك في الارض وهذا في ما المهم واحد في الارض وواحد في الحي ديال قدام البيت انا اللي حمقني اللي حمقني شوفوا هذا زوين الفايا ولكن انا اللي حمقني بزاف هو هذا هاد لافابو واعر هاد لافابو واعر ولكن حنا مبغيناش ناخذو هاد الشكل بغينا ناخذو تقريبا بحال هاد الشكل ماشي هذا بالضبط ولكن بحال كيف يكونوا فيه المجورات هادو هما اللي بغيت نوريكم هنا كتجي بحال شي زربيه واعره هي وهادي شفتوهم ومازال كاينه هادي هانتوما كتشوفو كاينة هادي شي حاجة واعرة